السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم غنوجدوا مع بعضياتنا المايونيز بلا بيض، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. عندنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال الخل. كناخذ واحد الكاس ديال المولينيكس، كنوضعوا داك الكاس ديال الزيت وكنزيدوا عليه الكاس ديال الحليب، كنحطوا ديك شويه ديال الملحه وجوج معالق ديال الخل كبار. وبالنسبه للتنسام هنا راه اختياري انا، غادي ان شاء الله ننسم بالفرماج مثلت وغادي ننسم بشويه ديال البزار ابيض. نتوما ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا الزعتر، تقدروا ديروا روزمارينو او الثومه غبره، يعني كيجوا زوينين. المهم انا هنا غادي نزيد ديك الفرماجه وداك شويه ديال البزار. هنا ملي درنا كاع المكونات في الكاس كندوزو نطحنوهم، كنبقاو كنطحنو كل 10 ثواني وكنوقفو، كل 10 ثواني وكنوقفو حتى كنتحصلو على القوام اللي بغينا. هنا صافي كنحبسوا التطراب ديالنا وكنحصلوا على القوام بحال هذا الشكل، هذا خاتر وزوين. كناخذ واحد البواطه كتدخل للثلاجه وكنكبوا فيها الخليط ديالنا وكنحطوه في الثلاجه واحد ساعه ساعه ونص حتى كيشد راسو، وديك الساعه كنستعملوه في اي حاجه بغينا. كيجي زوين مع كل شيء، مع المشويات، مع البطاطا فريت، مع اي حاجه استعملتيه كيجي زوين. الانسان ملي كيكون داير واحد الحاجه في الدار وداير على يديه راه ماشي بحال كيشريها من الزنقه، كيكون رائع، كيجي رائع صراحة، زوين بزاف. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد.